سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما على خير وبخير. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الحال والاحوال. اليوم ان شاء الله بحول الله عندي لكم بعض الاقتراحات اللي غتنفعكم في المائده الرمضانيه، اقتراحات اللي هي بسيطه وفي المتناول ديال الجميع وفي نقص الوقت كتجي بنينه. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله وغنبداو على بركه الله، وهيا بنا. مهم البنات، اول حاجه غنبداو بها الفيديو ديال اليوم وهي الورقه ديال البسطيله اللي تقديت وجديها حتى لاخر لحظه. عندنا جوج قياسات، يا اما جوج زلافات، جوج كيسان، المهم جوج ديال القياسات. انا هنا عندي جوج ديال الكيسان ديال الفرص رطب، وعندي نفس المقدار غيكون ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء، قبيصه ديال الملحه، وغنحتاجو الخلاط الكهربائي. غنطحنو كلشي مزيان، يعني غتعتمدوا على الطحين مزيان، طحنوه يا اما بالخلاط اليدوي او لا الكهربائي او لا الفوي، المهم نتوما تما ياك غير عطيوها التخلاط مزيان مزيان مزيان. وبالنسبه لهذا المقياس هذا انا راني زدت عليه، واللي بغى يكتفي غير بهذا راه تبارك الله كيخرج الخير والبركه. وكتبقى هذه الورقه اللي تقدي توجديها حتى لاخر لحظه اولا توجديها في نهارها. بالنسبه للناس اللي ما كتوفر لهمش الورقه في المنطقه ديالهم اولا كيعكزوا عادي يخرجوا باش يكومونديوها اولا كيبغيو شي حاجه ديال الدار، وفايت اللي راني مشاركاها معكم وقلت علاش لا ما نعاودهاش معكم. كتجي وصفه اللي هي ناجحه، وورقه اللي غادي تشوفوها ان شاء الله في الفيديو اللي هي ما كتحشمش. صافي غادي نغطيها وغادي نخليوها ترتاح سمحوا لي واحد نص ساعه تقريبا بحال هكاك، بيد ما توجدي العقده وبيد ما توجدي شغالاتك، يعني تقدي تخليها حتى الاخر، هي اخر المطاف ماشي مشكل. كل ما ارتاحت كل ما كتكون النتيجه مرضيه وكتكون واحد الورقه اللي هي ناجحه 100%. بيد ما غادي نخليها ترتاح غادي ندوز باش نشارك معكم اليوم الشوربه ديال اليوم اولا الحسوه ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا ديما الحريره اولا اللي ما عزاش عليهم الحريره اولا اللي كيبغيو ينوعوا ويشكلوا في المائده الرمضانيه، جيتكم اليوم بالتشيشه اللي هي كتجي واحد الوصفه زوينه بمذاق ديال الحريره وصحيه في نفس الوقت واقتصاديه. عندي هنا واحد ثلاثه ديال الحبات ديال المطيشه اللي هما مقطعين، وكاينه واحد البصله مويانه، كاين طرف ديال المكور، يعني المكور انا في هاد المسائل ما كنستغناش عليه. عندي القزبر، المعدنوس والكرافس، يعني الكميه ما حددتهاش على حسب نتوما وشحال غادي تصاوبوا ديال التشيشه اولا نتوما والكميه اللي غادي ديروا، تقدوا تقللوا وتقدوا تزيدوا، يعني كيبقى على حسب عدد الافراد وعلى حسب شنو نتوما باغيين توجدوا. كلشي غادي ندوزوا في الهاشوار، هاد المقادير اللي كتشوفوا قدامكم كلها غندوزها في الهاشوار. من بعد غادي نحتاج واحد الربعه ديال التشيشه غليظه وديال الشعير، وغادي نحتاج واحد 250 غرام ديال الكفته، غنحتاج واحد معلقه كبيره ديال السمن، واحد المعلقه ديال السكينجبير كبيره، ومعلقه صغيره ديال البزار المليحه، غنحتاج حك ديال المطيشه مويان، وغادي نحتاج واحد الضامه ديال البنه اللي راني ما حطاهاش هنا، شويه ديال الخرقوم وزويته البلديه. صافي غادي نستمر بحال هكايا حتى نطحن كاع العناصر اللي عندي كما كتشوفوا، البصله كلشي، المهم كما قلت لكم كندوزو في الهشوار. وفي نفس الوقت تكونوا دايرين الغلاي حداكم كيسخن، عندي الطوله ديال البوطه نتوما، المهم كل واحد شنو عنده، المهم تكونوا موجدين ميها سخونه غير باش تداركوا الوقت، يعني مسائل اللي تقدي توجدي حتى لاخر لحظه بلا عناء بلا كثره الوقوف. من بعد ما تستغلي واحد الفتره اللي هي طويله في النهار للتعبد الصلاه والقرايه ديال القران، ومن بعد عاد الواحد يدخل الكوزينه، لان كيبقى يعني النهار طويل راه ما عندك ما ديري، وديري حاجه اللي هي طريه وشي حاجه اللي هي يعني بنينه في نفس الوقت وفي المتناول ديال الجميع. صافي غادي نكمل بالطحين، ها نتوما كتشوفوا كلشي طحنتو، غادي ندير واحد الطاوه غادي ولا كوكوط، المهم نتوما فاش ما بغيتوا طيبوا. وغادي نزيد العطور كما قلت لكم، معلقه ديال السكينجبير، عندي البزار، عندي الملحه، السمينه، الخرقوم وزويته البلديه اللي كتعطيها واحد المذاق زوين. ونفس العطريه غادي نديرها في الكفته، وانا في نفس الوقت كندير باش بلا ما نبقى عاد كنعاود الشغل، يعني تمنيت شويه هنا وشويه هنا في الكفيته. بالنسبه للكفته اللي بغى يستغنى عليها يستغنى، ولاني كتعطي لهاد الوصفه واحد المذاق اللي هو رائع وكتجي زوينه الصراحه. وهانتوما كتشوفوا يعني حتى الكميه ديالها راه ماشي كثيره، وتقدوا ديروا حتى تقطعات ديال اللحم، غير هما كيكونوا كيخصهم يكونوا يعني طيبوهم قبل. كتبقى الكفته هي المساله اللي غادي تقدر تطيب يعني مع التشيشه وكلشي كيجي هو هذاك، يعني دقه وحده. صافي غادي ندير زويته البلديه، وكما قلت لكم تكونوا موجدين الماء دافئ الماء طايب باش تزيدوه على هاد العناصر، باش منين تردوها فوق البوطه دغيا طلع فيها الغليه ما تعطلكمش ودغيا توجد. صافي من بعد ما طلعت فيها الغليه وعاودات كنت نقيت التشيشه ديالي، غادي نردها فوق دوك العناصر كامله، نخلط مزيان، نقص البوطه بزاف وخليوها معريه البنات وباش ما تفيض لكمش. وصافي غادي نخليها حتى تطيب على خاطرها، وفي نفس الوقت راني كنصاوب الورقه ديالي اللي غنحتاج نديرها على البخار المائي اولا بحمام مريم
واحد الطوام اللي تحت اللي يكون فيها الماء الطايب كيغلي، والمقله الغير لاصقه لان النوعيه الجيده، وغتحتاجوا واحد الشيته يا اما الحسانه تكون جديده او لا الشيته ديال الصباغه اللي خديت من عند الدروغري، عرفتي صدقات لي زوينه وغير ب10 دراهم كتكون عريضه، هذه زوينه البنات يعني الاحسن ما تستعملوش شيته السيليكون ما كتكونش ناجحه في هاد الوصفه. وهانتوما كتشوفوا الورقه ديالي، ملي كتشوفوا الجناب ديالها طلعوا كتجبدوها لعندكم، هانتوما ورقه اللي هي ناجحه، وهانتوما غادي تشوفوا يعني كيفاش كنتعامل معاها يعني بطريقه اللي هي عاديه، ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه. تكون عندكم شويه ديال الزويته اللي غادي تدهنوها باش ما تقروش لكمش، وخليها شويه هكا مفوها يضرب فيها الريح باش ما تغطيوهاش بالبلاستيكه تمنيت باش ما تلبز لكمش. انتم كتشوفوا يعني كنتعامل معاها بطريقه اللي جد عاديه، ووصفه اللي هي ناجحه وكتبقى ديال يعني فاش دوزوا نيت نهاركم ووقتكم. بالنسبه لهاد لي سيجار غنحتاج غنديرهم بالبطاطا مسلوقه اللي غتكون غنفرقها على جوج ديال المذاقات. عندي هنايا لدان فيمي، عندي الفرماج الحمر، موتزاريلا، المعدنوس بزايد، الزيتون مقطع، طون، الجبن، المليحه. وهذا مكان واللي بغى يدير الهريسه يديرها، اللي ما عندوش الجبن تسطلا يقدر يستعمل الفرماج مربعات او الفرماج المثلث او الجبلي، لكم كامل الاختيار وشنو عندكم في الدار. المعدنوس كيبقى مكون اللي غادي نفرقوا مع بعضياتهم بالنسبه لهاد البطاطا، الفرماج الحمر والموتزاريلا وكذلك والجبن، الا المذاقات الاخرى وحده غادي نديرها بلدان فيمي يعني بوحدو، وحده غادي نديرها مع الزيتون مقطع اللي بلا عظم والطون. صافي البنات غادي نخلطوا كل وحده مع بعضياتها يعني كل وحده بوحده باش نحافظوا على المذاقات. انتم كتشوفوا يعني اعتمدوا على الفرماج والاجبان في هذه الوصفه لانه هو اللي كيغنيها هو اللي كيعطيها واحد المذاق اللي كيجي زوين وكيجي رائع ورائع بزاف. صافي غادي نزيد شويه ديال البزار، تقدوا تزيدوا الضامه ديال البنه الا بغيتوا ماشي مشكل، والهريسه اللي ما عندوش هكا الوليدات الصغار او اللي عنده اللي كياكل الحار في الدار راه الهريسه كتواتى بزاف 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 مع هذه الوصفه. بالنسبه لي انا ما درتهاش على حسب البنيات ديالي ما كيبغيو لياش الحار. صافي البنات غادي نستمر فحال هكايا حتى نخلط هاد العناصر هادو كاملين، كتجي واحد الوصفه اللي هي زوينه وخفيفه واقتصاديه في نفس الوقت، وكتعطي مذاق زوين بالخصوص هذيك ديال لدان فيمي كيجي المذاق ديالها رائع، وحتى ديال الطون كتجي زوينه. المهم كيبقى هكا باش كل نهار نوجدوا شهيوه ونوعوا ونشكلوا في تقديم الاطباق والوصفات ديال المائده ديالنا. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا هذاك الطن غادي تحيدوا له الزيت، ما تخليولوش الزيت ديالو، من الاحسن تحيدوا له الزيت، والبزار شويه شويه صافي يعني ما فيهاش شي عطور نهائيا، ما فيها حتى شي عطريه اخرى. وذوقوا ذوقوا حنا صايمين وكنقول لك ذوقوا. المهم ديروا الملحه على حسب الذوق البنات، سمحوا لي غادي ديروا الملحه على حسب الذوق، وهنا راهم وجدوا وصافي. وغادي تبداو تصوبوا لي سيجار ديالكم بطريقه اللي هي عاديه. هنا الورقه ديالي راني خدامه هكا وهكا، واحد الكونتيتي كطيب واللي وجدات رهيته، وجدت واحد النص الكبير وعاد بديت كنخدم، وفي نفس الوقت راها كطيب نيت باش ما كنملش وكنسربي راسي وكلشي في دقه واحده. وبالنسبه لهادو تقدوا توجدوهم على تيساه غير غطيوهم مزيان بواحد البلاستيكه وخليوهم على جانب حتى الوقيته اللي غتبغيو تقليوهم، وغادي يكونوا واجدين وغادي تبقى لكم لان كيخرجوا واحد الكميه اللي هي كثيره. تقدروا تحشيوهم في الكونجيلاتور كيبقاو زوينين غير ما يطولش واحد المده، بحال كديروا عليهم واحد اليومين ولا وتعاودوا تجبدوهم تقليوهم، وفنين تبغيو تقليوهم قليوهم وهما جامدين راه كيجيو رائعين البنات. ومنين تكونوا كتصاوبوا لي سيجار ما تزيروش الورقه باش ما ترتق لكمش الحشوه وهي كطيب. وصافي بالنسبه باش كنلصق راه غير بنفس الخليط هزيت منه ديال الورقه، هو نيت باش هزيت منه واحد الكميه قليله، وبقيت هكا مستمره كنصاوب هذوك ديال دادان فيمي. عاوتاني غادي ندوز لهذوك ديال الطن، وكما كتشوفوا الورقه كنطويها مرخوفه يعني الورقه ما طويوهاش مزيره اولا مكروزه، طوي الورقه ديالكم مرخوفه كما قلت لكم باش في القلي ما تخرج. كنبقى ناكد ونعاود ونكرر الهضره باش يعني تبقى اللي فاتو شي لقطه ولا لهذا يلقى يعني ما تفوتو حتى شي حاجه في الفيديو. صافي غنبقى هكا يا مستمره حتى نكملو كاملين الشغل ديالي، راه كيوجد دقه دقه وانا غاده يعني مسائل اللي قلت لكم تقدو تنوضو حتى لمورا العصر وعاد توجدوها، وكتوجد في الدقه والحين بلا كثره العناء بلا ما غادي تكثري الوقوف. وهذه واخا مقطعه البنات انتم كتشوفوا يعني حنا المراه المغربيه كتعرف كيفاش تدارك الموقف، كيفاش تقاد اموراتها، كيفاش تصاوب المسائل ديالها،
ها نتوما غادي نلويها، وحتى هي ما غاترتق ما غتوقع ليها حتى شي حاجه. فهاد الوقيته ديالي راه هادي التيشه ديالي طابت صافي، بقى لي غير المرحله الاخيره اللي غادي نزيد ليها وهي مطيشه الحك. غندير مطيشه الحك نخلطها بشويه ديال الماء وغادي نزيدها عليها، ونزيد حتى الكفيته ديالي هنايا. غتبقى يعني واحد المرحله، ونزيدو الضمه ديال البنه، غتبقى واحد المرحله اللي غتبقى غير واحد القسمين فحال هكاك حتى لربع ساعه الا طولتو، وطفيو عليها. وبالنسبه للتيشه الا بانت لكم خاتره وثقيله، ديما يكون عندكم الغلاي ديال الماء طايب واجد، باش اون فوا تختار تزيدوا لها الماء طايب، باش ما تزيدولهاش الماء بارد وتعطليكم في الطياب. يعني الماء طايب يكون عندكم ديما في الكوزينه واجد حاضر ناضر، يسهل عليكم بزاف ديال المسائل. ودابا غندوزو نصاوبوا التحليه ديالنا اللي نقدروا ناخذوها في السحور او لا في الفطور او لا حتى من بعد الفطور، ماشي مشكل. غنحتاج لها تفاحه، نص سيترو ديال الحليب، جوج فرونات ديال درهم فانيا، ثلاثه ديال المعلقات مايزينا، وثلاثه ديال المعلقات ديال سنيده، والخلاط الكهربائي كالعاده. بالنسبه للتفاحه البنات غادي ناخذوها بالقشور ديالها، من الاحسن يكون التفاح صفر. غنديروا كلشي في الخلاط، يعني جميع المقادير، ما غاديش نبقاو عاد نطحنوا كل حاجه بوحدها. التفاح غادي نزيد عليه الحليب، نزيد عليه الفلون مايزينا، السكر، كلشي غادي نطحن كلشي ونديرهم في واحد الكاسرونه، وغادي نردهم فوق البوطه حتى يختاروا مزيان. وانا كنحرك، ومن بعد غادي تشوفوا ان شاء الله النتيجه ديالهم في الفيديو، تقدوا تفرقوهم في زليفات او لو في الكؤوس الفرديه او دي سالادي، وخليوهم حتى يرتاحوا. ومن بعد ما يرتاحوا البنات غادي ندوزوا باش نشوفوا المقادير اللي غادي نزينوا بهم، او لا تقدوا تكتفيوا بالمسائل كما هي، يعني تكتفيوا بالوصفه كما هي بلا ما تزيدوا لها حتى شي تزيين. وانا الطبقه الثانيه اللي غادي نزيد لهم ان شاء الله كتعطيهم واحد الغنى، كتعطيهم واحد المذاق اللي هو جيد، وحتى المنظر ديالهم كيجي زوين. مهم البنات هاد الوصفه كتبقى من بين الوصفات المفضله صراحه عندي، اللي بغيتكم تجربوها، لان فعلا كتجي غنيه مشبعه، كيجي المذاق ديالها رائع، وحتى الشكل ديالها كيجي اروع. المقادير ديالها بسيطه مقارنه مع المذاق ديالها، وكتوجد في واحد الوقت اللي هو واجز، يعني تقدري ديريها قبل الفطور او لا من بعد الفطور، على حسب فوقاش انتي بغيتي تاخديها، واش تاخديها السحور او لا تاخديها من بعد الفطور او لا في الفطور. مهم كتبقى الاختيار ليك، وغادي تبقى يعني الفكره ديالك انتي شنو كيفاش بغيتي تقدميها، وكيف وإنا وقت بغيتي تصاوبيها لوليداتك. صافي غادي نعمر الكؤوس ديالي. صراحه الا درتو كيسان شي شويه اللي صغر من هادو، راه كتخرج حتى لسته ديال الكيسان. هنا راه خرجت لي خمسه ديال الكيسان، اربعه غادي ندير لهم هاد التفاح، وواحد غادي نخليه بلاش على حساب البنيته ديالي الصغيره. كما كتعرفوا البنيته عندي معجبه. مهم هنا في واحد المقيله غادي دير واحد جوج ديال التفاحات اللي غتنقيوهم وتقطعوهم مربعات اللي غادي يكونوا صغار، معلقه كبيره ديال الزبده سنيده، وجوج معلقات كبار السنيدة حتى لثلاثة، ومعلقة كبيرة ديال القرفة، وغتردو كلشي حتى يتكراميليزا مزيان وتحسو بداك التفاح نزل وطاب، وغتكون التحلية ديالكم شدات راسها. غادي تقبطو ديك التفاح بالقرفة اللي غيكون تعلك وتعسل مزيان، غادي ديروه في دوك الكؤوس، وغادي تزيدو عليها واحد شوية ديال لوز مهرمش أولا كركاع مهرمش أولا تقدو ما تزيدوش، المهم على حساب شنو عندكم في الدار. غير هي التحلية بهاد المكونات وهاد الإضافات كتجي غنية، كتجي بنينة، وكيجي المذاق ديالها حتى هو زوين. كانت هذه هي الاقتراحات اللي ديال اليوم، كنتمنى هذه الاقتراحات ان شاء الله تعجبكم وتنفعكم، تاخذوا من الفيديو اليوم واحد الفكره اللي تقدوا ديروها في واحد النهار من نهارات ديال الشهر الكريم، تقدوا تنوعوا بها المائده الرمضانيه ديالكم. مهم وصفات اللي هي بسيطه في المتناول، اللي تقدوا توجدوها حتى لواحد الوقت اللي غيكون قصير او لحتى لاخر لحظه، يعني تقدوا توقفوا وقفه واحده وتجمعوا طويو، يعني توجدوا التحليه، الشوربه، وحتى هذوك القنينطات ديال البطاطا اللي بغيتكم صراحه تجربوهم، لينهم فعلا كيجيو زوين. يعني شاركتهم معكم في القناه ما مره ما جوج، ولا اني اليوم زدت عليهم بعض الاضافات اللي عطاتهم واحد الغناء، عطاتهم واحد المذاق اللي هو رائع. الشكل ديال التيشه ديالي هو هذا، كتجي المذاق ديالها زوين بزاف، وصدقوني المكور الا بديتو كتعتمدوا عليه لا سواء في الحريره او لا في التيشه كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع. هادو دياول الطون، والاخرين دياول داند فيمي، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، هادو هما الوصفات اليوم. عقب الفيديو الجاي